سلامة، من أي ساعة هاد العيال قدام التلفزيون يلعبون ألعاب الفيديو؟ للأسف معدل جلوس الأطفال خلال العام الدراسي قدام التلفزيون والآيباد والألعاب الفيديو يزيد عن 4 ساعات يومياً، واللي المفروض مو بلازم يكون أكثر عن ساعة. ألعاب الفيديو ظاهرة عالمية، ولا تفتكرين بس يا سلام أنها محصورة على الذكور. 42% من هواتها صاروا من النساء، وخليني أخبرك عن تأثيرها على الأطفال. طبعاً التأثير الأول هو الخمول والكسل وضعف العضلات، وحسب الدراسات 22% من الأطفال في الإمارات بين سن 5 و17 يعانون من الوزن الزايد، يعني ضروري يخففون ألعاب الفيديو ويزيدون من النشاطات البدنية. والأطفال اللي يجلسون أكثر من ساعة ونص قدام التلفزيون وألعاب الفيديو يرتفع احتمال إصابتهم بالسمنة 75%. ثانياً، ألعاب الفيديو اللي فيها عنف ترفع السلوك العدواني عند المراهقين بين 13 و22%، بالإضافة طبعاً لإصابتهم بالاكتئاب. ودوما نذكركم عام 2016 هو عام القراءة في الإمارات، فنشجع أطفالنا على القراءة لفوائدها العقلية والصحية. عساكم دوم صحة وسعادة.